على أن البهائم فيها أجر، كل بهيمة أحسنت إليها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم أو كانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. هذا وهن بهائم، فكيف بالآدميين؟ إذا أحسنت إلى الآدميين صار أشد وأكثر أجرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله مسلما على ظمأ فإن الله يسقيك من الرحيق المختوم. أجر كثير ولله الحمد، غنائم، لكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يخلص النية ويحتسب الأجر على الله عز وجل؟ فأوصيك يا أخي ونفسي أن تحرص دائما على اغتنام الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك ذخرا عند الله عز وجل يوم القيامة. كم من عمل بالنية صار كبيرا.